يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أدعية معينة ترفع فيها الأيدي دون غيرها، أم ترفع اليدين في كل دعاء تحريا للإجابة لحديث إذا رفع العبد يديه استحى الله أن يردهما صفرا، وهل له أن يرفع اليدين بين الأذان والإقامة؟ الأصل رفع اليدين في الدعاء لأن ذلك من أسباب الإجابة، إلا ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فلا ترفع الأيدي فيه، هذه هي القاعدة. نعم.